Project starts from rest, يعني السرعة الابتدائية بصفر, and then moves along the x-axis. Its acceleration versus time is shown in the figure. عندنا acceleration من البداية لغاية الزمن 10 ثواني, في acceleration مقدارها 2, يعني السرعة هتزيد 2 كل ثانية, وبعدين تقل بمقدار 1 لمدة 10 ثواني. بيقول which of the following figures represents its velocity versus time. طيب وقبل ما نشوف الأشكال المتاحة خلينا احنا نرسم, نقول كده السرعة تزداد بمقدار 2 متر بير سكند كل ثانية, كل ثانية بدءا من الصفر. يبقى عند الزمن 10, لو ده 10 وده 20 متر بير سكند وده ال v, يبقى هيوصل 20 بعد 10 ثواني. وبعدين السرعة تقل بمقدار 1 متر بير سكند كل ثانية بدءا من 20 متر بير سكند عند t تساوي 10. من 10 لغاية 20 هنقل متر بير سكند كل ثانية, يعني إلا 10, يبقى معنى كده هوصل لغاية 10 كده اهو. يبقى هنا 20 متر بير سكند وهنا 10 متر بير سكند. تعال نشوف الخيارات المتاحة عندنا ايه. بيقول لي هبدأ من الصفر اوصل لعشرين ومن 20 اوصل لعشرة, الكلام ده يتوافق مع اللي عملناه. هبدأ من صفر لعشرين ومن 20 لصفر, مش مظبوط, لان هنا واحد ماينس واحد مش ماينس تو. هروح للسالب, طبعا غلط خالص, لان الاكسلريشن بدأت بموجب فلازم السرعة تزيد, فده غلط. هنا برضو كل سالب فالكلام ده غلط. فالاجابة الوحيدة اللي يعني ما فيهاش شك ان هي تكون صحيحة هي الاجابة الاولى, نحط عليها علامة في الامتحان.